الزيارة الأخيرة لرئيسة الحكومة نجداء طبعا بوذن، وما مدى أهميتها في هذا التوقيت خصوصا بعد قمة عربية مهمة جدا أستاذ مهدي؟ شكرا. لكن أريد الاهتمام ليس فقط بمجرد الزيارة، لأنه هذا شيء طبيعي، يعني العلاقات التونسية الجزائرية يعني حتى وفي تشهد معناها مد وجزر، لكن في كل الحالات تظل هناك ثوابت راسخة في العلاقات بينه وبين الشعب الجزائري وبين خاصة السلطة التونسية والسلطة الجزائرية، لأنه من المستحيل على تونس أن تكون لها معناها أي علاقات أخرى إلا علاقات جيدة مع السلطات الجزائرية وعلى التنسيق مع الشعب الجزائري وغيره، باعتبار أن الجزائر تمثل العمق الاستراتيجي الأمني لتونس وكذلك تونس بالنسبة للجزائر. لكن المثير للاهتمام في هذه الزيارات المتسارعة في خلال اليومين الأخيرين هو التوقيت الزيارة. أنا أنت طرحت موضوع ترأس الجزائر قبل الجامعة العربية، لكن ليس فقط، أنا أعتقد أنه بعد زيارة الرئيس تابون إلى قطر وحضور حفل افتتاح كأس العالم واللي كانت فيها عديد اللقاءات الثنائية والجانبية المهمة، هي التي عجلت بهذه الزيارات، والتي أعتقد شخصيا وأنها بغض النظر معناها على تفعيل اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتنسيق الأمني، وهذا أمر بديهي، لكن خاصة أعتقد أن هناك فما بوادر انفراج وحلحلة في الملف الليبي. لماذا؟ لأنه اللقاءات التي صارت في قطر بين الرئيس المصري والرئيس التركي، وصرنا نتحدث حتى سمعت أنه تصريحات بعض المسؤولين الأتراك الذين يتحدثون على عودة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، ونحن نعلم جيدا السعي للجزائر التي سعت إلى إعادة الكرسي السوري في المقعد الجامعة العربية وغيره. ثم تحدثت السلطات المصرية على تنسيق استخباراتي بين مصر وتركيا، وبالتالي هذا يلمح. ثم زيارة عبد الحميد الدبيبة اليوم إلى تونس ومع وفد رقمي كامل بما فيه محافظ البنك المركزي وعديد من الوزراء، فأنا أعتقد أن زيارة هذه وتسارعها، وأنه لعل الجزائر قد وجدت صيغة أو حل مشترك. نعم. تسعى هي الآن تنسق بين الأطراف المتداخلة في الملف الليبي. نحن نعلم جيد المشكلة في الملف الليبي ليس فقط الصراع بين الليبيين أنفسهم، بينما تداخل عديد الدول الخارجية، معناها مش حتى اللي مثلا وانعكاساته أيضا على المنطقة أستاذ مهدي. نعم، انعكاساته على المنطقة، وهذا لربما في إطار حلحلة الملف الليبي، إضافة إلى التنسيق الأمني المهم بين تونس والجزائر واللي هو متواصل منذ سنوات. يعني من أعتقد أنه فما حدث كبير، لأنه التنسيق الأمني متواصل حتى في بعض الفترات التي شهدت ركود بين العلاقات التونسية والجزائرية.